في داركم مامتها؟ ماما زوز كيف؟ مثلا يقولوا لي جسمك تجيلو لا الحجر الحبه ديك هما يقولوا لي يجلو لا تنعملوا هيك يغريوك مالك. احكي لنا شوية على بلس. بلس هو دواء الجروح. مثلا كيف تحط بلس على جرح يبقى. شكون قالك عليه غري ولا انت وحدك؟ ليفا تحب معناتها تكتشف الحاجات. كيف يحكينا على علاقتك باصحابك وفي القسم كيفاش تتعامل؟ نتعامل معهم، نتعامل مع أسامة كان ما يعرفش حتى يكتب توا ولا يكتب ويقرا ويعمل كل شيء. يفضل يعود لستي نزلة وستي كوثر وين نزيد حلمت شوي بشو نجاح شوي. وأصدقائك الأخرين كيفاش؟ أصدقائي يخدموا بالكدي وأنا نعاونهم كيف ينسيوا حاجة ولا ما عرفوش حاجة ذيك. أو نحيوا المطالعة شنو الحاجات الأخرى اللي تحب؟ كل ديت كل إيقاظ أما أكثر حاجة هي المطالعة. شو تحب تولي كي تكبر؟ ديبا. علاش تبي؟ هكيكا. شنو تعرف عليها الطب ماما؟ أنا في كيف هكي علاش حبيت نطلع طبيبة فيسع ما نحفظ الحاجة فيسع ما يتسهل نطقي عليها. لك علاش تحب تولي طبيبة؟ وما هي اللي 18 المرة الجاية قديش تعبي؟ إن شاء الله 19 ولا 20. نتمنى أنا نسمع من تنين تنطق فيه هي. ما شاء الله عليها تبدا تتبع فيه وتتبع فيه هكا الفكر أي معلومة في قلبي ماذا بها تاخذها. توظف كل كلمة أنا نطقتها. توظفها في تعبيرها في شفوي في الشفوي والكتابي ما شاء الله عليها تبع ياسر رزينة ياسر تحب تعاوني على أصحابها. عمري أنا مريض أنا شفتها في أول عام تجيب في كتب فرس كل أصحابها والفقراء معنا تساعد فيهم تقول غير أقرأ وتمشي تتوجه لتلميذ لتلميذ أصحابها وتنصحها تنصحهم تقول له راك حبك تنجح باستحقاق حبك تكون في الشارع حبك تكون كيف فلان حبك تكون كيف فلان ما شاء الله عليه. هي بلسم فعلا بلسم بالحق اسمه على مسمى كما قالتي. هيلا هيلا يا مطر اغسلي وراكي الشجر حلمي مثل الورد يكبر حلمي مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر والهلال يصبح قمر. هيلا هيلا يا مطر اغسلي وراكي الشجر هيلا هيلا على كل هذه التلميذة نجيبة هو عبد الرزاق روى هذوما تبارك الله عليهم هو فما روى معته من عند ربي زاد قبل كل شيء تقول انت ذكاء من عند ربي لا تعمل فما شكون يعمل ايتيود فما شكون قال لي والله العظيم ولدي نعمل له ايتيود حتى في السبور وما يجيبش العسل صحيح هذايا اولا معته معناتها فما ذكاء مع عند الله وفما زاد اهتمام من الاولياء والاهتمام لانه اذا يكون ذكي وما تكونش هناك توجيهات ورعايه ثم شعور الذكاء ذكاء يتبدد في حاجات اخرى خويا فما راه زاد شعور من المسؤوليه منذ الصغر راه جينيرالمون تلقاه ينتمي الى عائله خلينا نقولوا متوسطه يشعر بعائلته بك الفقر تاع عائلته كل شيء يخدم اللي هو من الصغرى مخه يخدم كيف شنقه ذاك العائله ذيك ويوصل وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل واحنا على الله قبل الامتحانات يا ان شاء الله ينجح لنا كل وليداتنا يا رب زي الهواء زي الهواء يا حبيبي زي الهواء زي الهواء عبد الحليم يا حبيبي شيء كبير انت جابش تغنيها لا شيء اما الياس باش يعزفها رد فيك عبد الرزاق لا لا الياس الياس بتشجيع كبير منكم زي الهواء سلو الياس